ومشاهدينا هسه نورتنا داخل الاستوديو ربا سليم صاحبه مركز طب وتجميلي وعلاج بشره باربيل. اهلا بيك ربا نورتينا. صباح الخير. اهلا بيك. صباحك اهلا بيك. شكرا لاستضافتكم الحلوه. اهلا بيك. اليوم حابه اتكلم عن الليزر. اكيد احنا حابين نعرف انواع يعني علاجات الليزر. شفنا بالفترات الاخيره انه الليزر مو فقط لازاله الشعر، قام يستخدمها من الهوايه، يمكن عمليات الهوايه مشاكل يحلها، فحضرتك حدثينا اكثر عن هذا الموضوع. اكيد موجود السي او 2 فراكشنال ليزر ازاله ندبات، موجود البيكو ليزر اللي هو ازاله وحمات، ازاله شامات. صار هو علاج غير جراحي. نعم. على شكل جلسات يكون يعني حسب عمق الحاله، من جلستين ثلاث جلسات حسب. حلو. طيب استاذه ربا ذكرتي سي او 2 ليزر، انا همنا اشوف بعض الفيديوهات انه هي ممكن حتى تعالج يعني الجلد الزايد تحت العين، ممكن فعلا هذا الشيء يساعد؟ ممكن يساعد ايضا، ممكن الحروق، اثار الحروق يساعدها. أي. يساعد بشكل فعال جدا. حلو. اثار السكار اللي هو مو بعد يعني الجروح، جروح طبعا ما بعد العمليه مثلا 3 إلى 6 أشهر نقدر نستخدم السي او 2 فراكشنال ليزر. هو دخل مجالات جدا عديده. نعم. بالنسبه لازاله الشعر، ازاله الشعر هسه صار دارج بشكل جدا فعال. يعني فور بوث، للنساء وللرجال. وطبعا هو حل مثل السحر، يعني انه اغلب العالم صارت تلجا له. جلسات الليزر لا اكو يعني مثلا هو ست ربا، انا اريد اسالك على انه كم جلسه تحتاج المراه او اي شخص عادي حتى يتخلص من الشعر الزائد، وهمينا من ضمن السؤال بعد فتره ممكن انه يرجع الشعر؟ نحتاج عادة من 6 إلى 8 جلسات. دورة حياة البويصلة 21 يوم حسب الحالة. حسب الحالة. ما بعد الجلسة مثلا يجينا بيشنت يقول أنا مستعجلة أو أنا عروسة أو أنا، نعم، لازم من 3 جلسات، من 3 أسابيع إلى 4 أسابيع. ما راح نستفاد مثلا خلال شهر نسوي جلستين، لأن هي دورة حياة بويصلة. فما نحتاج غير من 3 أسابيع إلى 4 أسابيع نكمل الجلسة حتى إحنا نلاحظ الريزلت مالتنا. هاي أول شيء. ثاني شيء، في ناس لا تحتاج أكثر من 8، 10، 15 جلسة. فعلا. صحيح. صح. نعم. طيب تختلف حسب المناطق يعني أستاذة ربا، يعني إذا كان للوجه خلينا نقول يعني ممكن إنه يروح الشعر أسرع. حسب لون البشرة أيضا. يعتمد. أي يعني مثلا إذا عندنا لون البشرة أبيض والشعر لونه أسود، لأنه الليزر يشتغل على الميلانين، الشعر الأسود. الشعر الأشقر لا، راح نحتاج جلسات عدة أكثر. يعني هذا الشيء إنه لازم يتوضح. نعم. إنه مرات يقول إحنا سوينا 5 أو 6 جلسات أو 7 جلسات ما استفادنا. لا، هذا يكون بويصلة عندهم ضعيفة، انتاجها ضعيف. طيب. بس يعني اليوم همين استروبا هواي اكو همين مراكز يقولون انهم عندهم جهاز اللي يشيل حتى الشعر اللي يكون اشقر، وهو ممكن لكل بالضبط اذا كان يعني لونه اشقر او كان وبري ممكن انه يروح. فعلا هذا الشيء صح. اكيد، بس لازم على شكل جلسات. يعني شكل جلسات ايضا وتطول اكثر. يطول اكثر جلسات الشعر الوبري او الاشقر. نعم. تطول اكثر جلساتها اكثر، يعني لازم انه يطولون بالهم بهذا الموضوع. البشره السمراء مثلا متعرضه للحروق اكثر، متعرضه لعدم الاستجابه اكثر. دائما احنا راح نخلي طبعا كل مريض الى فايل الخاص، الى الدرجه المعينه الخاصه به. لازم تكون درجته اقل من درجه البشره البيضاء. ليش؟ لانه يعني الاستجابه راح تكون اقل، فجلساتها راح تكون اكثر. فعلا. أي. فعلا. طيب ست ربا، همنا سامعين كثير من الناس يقولون انا قبل لا اروح للليزر كان يعني الشعر اوكي مو هالقد هوايه، لكن من سويت عدد الجلسات الليزر كل ما يرجع الشعر، كل ما يرجع بكثافه تحفز يعني. صح. يعني ليش؟ شنو هالحاله؟ شلون هاي الحاله؟ انه ممكن موظف الليزر يكون موظف غير متمرس، يعني هو لازم ضروري موظف الليزر يكون نيرس او خريج مجموعه طبيه. نعم. هذا راح يكون ماخذ كورسات عن الليزر. صح، الليزر اذا تخلى بدرجه غلط انا ممكن احفز الشعر. صح هذا الكلام. نعم. يعني هسه احنا بدنا نسعى، خاصه يعني هنا، انه احنا بدنا نسعى انه نكون موظف الليزر ياخذ عده دورات على
اغلب انواع الليزر، اغلب الماشين الموجوده، حتى يعرف يتعامل مع البويصله، مع لون البشره، مع نوعيه الشعر الموجود. صح هواي اني ناس مثلا يجوني انه متحفز عندهم الشعر، كان شعرهم خفيف صار شعرهم اكثف فعلا ولونه اقوى. هاي احنا بنحل الموضوع أكيد. يعني مو مشكله. اول 4 جلسات نفضل نكون كل 3 اسابيع، بعدها راح يقل كل شهر، بعدها راح يكون التشيك اب اللي هي الجلسات السنويه اللي هي بالسنه مره او مرتين اذا المريض مشى صح بالجلسات. نعم. يعني يكون ملتزم بالجلسات فعليا، يعني مو شهر يجي وشهر ما يجي، ما راح يلتزم، حرامات يعني انه ما يسوي افضل اي يعني نتيجه. صحيح. طيب استاذ ربا، بما انه انت ذكرتي حضرتك انه لازم الشخص اللي دا يشتغل على الليزر او هو دا يسوي الليزر لازم يكون يعني يعرف وعنده خبره بالموضوع، نشوف همنا بالفترة الأخيرة أنه أكو هواي أجهزة ليزر صارت منزلية موجودة بالبيت، الواحد يقدر هو يستخدمها لنفسه، هل تنصحين بهذه الأجهزة؟ طاقة هذه الأجهزة طاقة بسيطة، مو نفس جهاز المشين، يعني ما راح تنطيني نفس النتيجة، ما راح تنطيني، ممكن حتنطيني من أول جلسة جلستين، بس هي بيها طاقة وتخلص أصلاً. أي. يعني تفيد مو ما تفيد، تفيد ممكن للشعر اللي بدايته دا يسوي، بس هو آخر شيء راح يلجأ للمركز او السنتر. طاقه هذا الجهاز المنزلي تختلف تماما عن طاقه الجهاز اللي موجود بالسنتر او الموجود بالكلينيك، يعني كاستجابه مو كل الجسم، يعني اكو اماكن ما راح يقدر يوصل لها بهذا الجهاز، اضافه انه راح يكون مؤلم هذا الجهاز، يعني عن تجربه شخصيه هو لانه هم يعني يمكن ما بي هواء بارد، يعني ما بي هواء بارد، ما بي نفس الكواليتي، يعني نفس الاجهزه اللي نزلت تكون هاي كواليتي. صح. الم يعني احنا ما راح نكذب ونقول بدون الم، لازم اكو هاي الوخزه البسيطه، اذا ماكو هاي الوخزه البسيطه ما راح تكون اكو نتيجه اصلا. فعلا. فلازم اجهزه مثلا هسه الموجوده عندي بالعياده، اجهزه مو مؤلمه لكن بها شيء بسيط، يعني فعلا هو مو اشعاع، هو يعني الناس انه فاهمه انه هو اشعاع، لا هو ضوء يستهدف البويصله. فعلا. النصيحه اللي اقدمها قبل جلسه الليزر لازم يكون شيفنج تماما قبل الجلسه، احنا ما راح نستهدف الشعرايه نفسها، نستهدف البويصله، فاحنا راح نضرب كل المكان. طيب ست ربا، هم لنا صادفت عندكم انه اكو نساء يشكون من الم الجلسات باثناء الليزر يعني بشكل مبالغ؟ انت قلتي اكو وغزات يعني خفيفه، لازم خفيفه ايه. وهم لنا شنو التحضيرات اللي لازم تسووها حتى شويه تخففون من هالالم؟ طبعا اكو ناس هي تكون يعني ما متعلمه على هذا الالم. فعلا. طبعا تكون اول جلسه وثاني جلسه راح تجي تقول لا حبيت الجهاز، حبيت النتائج، حبيت أكيد. خلاص تتعلم يعني. أي. اكيد اني كلنا من سوينا اول جلسه ليزر حسينا بالم يعني. أي. بالضبط. اي بس انه هو يعني لازم اي فعلا. نعم. يعني همينة اكو ناس يمكن ويا الاجهزه الحديثه اللي ذكرتها ست ربا انه صح اكو الم بس مو مثل قبل، لان يعني اكو هواء بارد هم يساعد انه يخفف الالم شويه. موجوده الزمر يكون بدرجه بروده عاليه الى درجات معينه. نعم. طيب تروباني دائما يمكن سامعه من اكثر الاشخاص يقولون انه انت اذا بلشتي تسوين ليزر بجهاز معين يفضل انه ما تغيري، اكو بنات هوايه تقول لك مثلا سوت شهر لا ما اخذ نتيجه اجرب غير جهاز. هو هذا التنقل، هل هذا الشيء صحيح انه احنا نقدر نغير براحتنا لو لا ما يفيدنا هذا الشيء؟ التنقل من جهاز لجهاز كلش غلط، لانه اكو 3 إلى 4 أنواع، اكو الاي تي ال، اكو الالكسندرايد، اكو الانديج. اني من اغير من جهاز لجهاز وكانه اني مبلشه جلسه جديده بغير جهاز. احنا صح مثلا اغلب الناس يقولون هي اشعه وحده، لكن مثلا حتى مثلا زبايني اللي يسافرون غير مكان اقولهم روحوا سووا بنفس هذا النظام. فعلا هو كانه انت غيرتي وبلشتي جلسه جديده. طيب شنو هو افضل انواع الليزر؟ يعني البنات اليوم اللي حابين ان هم يبلشون يسوون ليزر، شنو يعني اكثر الاجهزه اللي تنصحين بها؟ يعني مثل ما قلتي انه اكو الالكسندرايت واكو انواع ثانيه، شنو افضل نوع؟ احنا نستخدم حسب نوع البشره والشعر، وحسب مثلا عندنا يعني شعر مثلا تقرروها لما نشوف المريضه. الالكسندرايت احوله للاي بي ال او احوله هو نفس الجهاز؟ اكو جهاز بخاصيات اثنين، اكو غير جهاز موجود، هذا احول اني حسب يعني المريض اللي عندي، اشوف اني شنو نوع الشعر شنو صار عنده يعني. اضافه اضيف لكم شيء حلو للليزر، الليزر به نسبه تبييض جدا عاليه يعني للجسم. مثلا
بس هذه كل الانواع بها نسبه تبييض، لان اكو بنات هوايه مثلا ممكن تتعرض لحرق، او ممكن اصلا يعني منطقه معينه تحت الابط او شيء مثلا يصير اسود اكثر بعد الليزر. وهوايه اشخاص يقولون انه بسبب الليزر انا هيك صار عندي انا قبل ما كنت هيك بالمنطقه الدرجه راح تكون غلط. خاصه نظام الاي بي ال اذا انعمل بطريقه مو مختص اللي سوا واي شيء خلى درجه راح يصير حروق فعليا. طيب ستروبا، يعني هسه اليوم المراجع او احنا مثلا من نروح المركز شلون نعرف انه هي اللي بدها تسوي لنا ليزر مثلا او بدها تسوي للناس، شلون تعرف انه هي مختصه مثلا ماخذه دورات ومتعلمه وما تكون اكو حرق؟ انت حقش تطلبين دفتر العمل؟ حقش تطلبين انه هي خريجه شنو؟ هذا من حقك، انت زبونه وهذا حقك انت، يعني لازم. انا دائما اعلم هسه الزبائن اللي يجوني اعلمهم انه هاي خريجه هاي المجموعه، خريجه مجموعه طبيه، هذه نيرس، ومستعده اشوفهم دفتر العمل، لانه هو ممنوع اصلا انه انا اجيب اي احد واعلمه بكيفي، لانه هو شيء طبي. صح، شيء طبي. قبل كل شيء انا لازم يفوت عندي على الدكتوره الجلديه تفحص البشره تفحص الشعر، يصير عندها فايل يلا تفوت تكمل اول تفوت يعني اول جلسة. هذه طريقة التريتمنت عندنا. هذا الصحيح يعني فعلا. نعم. هذا الصحيح. طيب أستاذ ربا، احنا قلنا انه قبل الجلسات الليزر الواحد لازم يسوي شيفين قبلها بيوم، بعد الليزر اكو مثلا اشياء لازم هي تطبقهم البنية حتى انه تحافظ على نتيجة حلوة؟ اكيد الترطيب، الترطيب جدا مهم. نعم. للبشرة، في بشرة راح يكون عندها تهيج، اكو كريم او جل معين تستخدمه، طبيعي جدا ممكن يكون يعني البشرة تهيجت هذا لمدة نص ساعة ساعة وتروح، كلش طبيعي. الترطيب جدا مهم قبل وبعد جلسة الليزر. طبعا ست ربا انت زودتينا بمعلومات جدا قيمة لنا والمشاهدين اللي ما كانوا عندهم خلفية كافية على هالموضوع. شكرا لك ولتواجد فيها. شكرا لك. شكرا لكم، وانا سعيدة جدا بمعرفتكم. احنا اكثر. شكرا لك. ثانك يو سو ماتش. شكرا حياتي.